مساء الفل للناس الكل. النهارده عندنا الاسبوع الثالث من حدث الذكرى السنويه، فالنهارده هنستلم مع بعض مكافئات الاسبوع الثالث، وبصراحه مكافئات اسطوريه، ده غير بقى معلم البطل البلدي بتاع كل اسبوع. ونزل معاه دفعه كبيره من اللعيبه، فالنهارده ان شاء الله هيكون في تفتيح باكجات، ده غير بقى معلم نزل معانا لعيبه فريق الاسبوع، ونزل معانا لعيبه اوفر 99، يعني ممكن اصلا تعتمد عليهم في تشكيلتك، ده غير ان النهارده معانا ابن البلد وفخر العرب العمر مرموش. فانا بلعب فيديو بس اي حاجه، بس صلي على النبي، شوفي كونوا اشتركوا في كل عشان يوصل لك كل الفيديوهات، ويلا بينا. يبقى يا جدعان نيجي لحدث الذكرى السنوية، وعندنا النهارده الأسبوع التالت هيستلم مع بعض المعلم ماسكيرانو. طبعا كله هياخد المعلم ماسكيرانو نسخة واحدة بس يا جدعان، فإيه يعني إحنا محتاجين عايزين شوال المعلم ماسكيرانو عشان نطور التشكيلة بتاعتنا يا جدعان. فنيجي بقى بعد كده للخانة بتاعة المكافآت، واتفتح معانا لعبة جديدة، أو اللي هي اللعبة الصغيرة دي اسمها معلم خطة النصر. فإحنا يا معلم هنخلص الجواز اللي قدامك دي، وبنعملها طبعا بنقط الذكرى السنوية، وبعد يا معلم ما نخلص الجوائز دي او نجمع المكافئات دي بيتفتح لنا عندنا صندوق اسمه الصندوق الغامض او الهدايا الغامضه. وبرضه معلم معانا البيضه بتاعت كل مره، هما بيضتين، في هنا بيضه والبيضه الثانيه هنشوفها دلوقتي مع بعض، هتكون موجوده في اللي هي العرض السريع ده يا معلم. يعني دخلنا كده على العرض السريع ده يا معلم، ودخلنا كده الاخر هتلاقي اللي هي البيضه الثانيه وفيها 200 جوهره وكارت 95، اما البيضه الاولى فيها المعلم البريمر 96 و500000 كوين. فنيجي يا معلم نستلم مع بعض المكافئات دي، وعندنا هنا اول مكافأة ب 160 نقطة ذكرى سنوية، بيجيب لها لاعب من 94 ل 99. فنقول بسم الله نفتح الباكج مع بعض. لاعب 99، فأعتقد مش يعني هيكون كويس، يعني أدي البرازيل، أدي الإيستي، أدي البرينتفورد، المعلم تياجو. ماشي يا معلم تياجو، ماشي يا معلم تياجو 94. عندنا يا معلم أدي المكافآت دي، يعني هنستلم بقى، بص هنستلم اللي هي الحاجات اللي احنا عايزينها، ادي ال 200 جوهره، وبعد كده ال 500000 كوينز، هو احنا المفروض نسلم كله يعني. وادي نقل التدريب يا معلم، نقل التدريب نخش بعد كده. ماشي عندنا معلم ثلاث باكجات، وبعد كده هيكون في كوينز وجواهر ونقل تدريب. طب يا جدعان زي شايفين كده، هو اصلا البتاع ده شكلها مش عارف متغير كده، يعني المفروض اصلا اللي هي الدوائر دي تكون الجوائز او المكافئات جواها، بس تقريبا عشان اللعبه باللغه العربي ف يعني المكافئات مش موجوده بالظبط في اللي هي الدوائر اللي قدامك دي، ولكن ما علينا يعني. فهنسلم اول لاعب 92 ل 101، زي ما شايف كده نزل معانا المعلم دخيه، ولا اول مره في اللعبه باوفر 101، واصلا ما كانش ليه تقريبا كارت قبل كده، ولكن الكارت ده بصراحه كارت اسطوري نازل لمعلم اوفر 101، ارقام اسطوريه، ولو جالنا على فكره ممكن احطه في التشكيله عادي جدا. فنفتح ونقول بسم الله، ويعني لاعب كويس بقى يا جدعان، لاعب كويس من حدث ماشي. ادي الكورتوا، حدث كارت الاسطير، ادي ليستي، ادي كورتوا. مين يا عم؟ كرواتيا. ايه كورتوا دي؟ ايه كورتوا ده يا جدعان؟ منتخب كورتوا. ماشي عندنا معلم 20 لاعب، يعني ينفعونا في التدريب. ماشي يا معلم، بعد كده لاعب من 95 ل 98، فنستلم مع بعض اللعيبه دي. ماشي لاعب من 95 ل 98، ادي البلجيك، ادي الجي كيو، عارف انا الحارس ده، عارفك والله عارفك. بعد كده ال 500000 كوينز. ماشي يا معلم، بعد كده نقل التدريب. ماشي يا معلم، 100 نقل التدريب. ماشي يا معلم، بعد كده 200 جوهره. ماشي يا معلم، نستلم بس الاول البيضه مع بعض، المعلم البريمر وال 500000 كوينز. استلم يا معلم، يا سلام يا سلام، حدث فريق السنه. ماشي ادي السي بي، ادي اليوفنتوس، المعلم بريمر ال 96. بعد كده معلم نستلم الهدايا الغامضه، زي ما انت شايف كده معانا المعلم ماسكرانو يا جدعان، حلو والله حلو. بعد ما نستلم يا معلم اللي هي الهدايا الغامضه دي او المعلم ماسكرانو، يعني هيتفتح معانا الباكج اللي قدامك. فهو بسم الله يعني نفتح نستلم بس الاول المعلم ماسكرانو، فحلو كده نسختين معلم ماسكرانو. بعد كده يا معلم هنستلم مع بعض لاعب من 97 ل 100، وعندنا معلم سانشو، عندنا جالاجير، عندنا مكتوميني، والله مكتوميني حلو يا جدعان، عندنا مكتوميني، عندنا اونانا. ماشي بسم الله نستلم مع بعض. طبعا ولو جالنا حتى لاعب 100 مش هنحتاجه، يعني احنا خلاص يعني ادي فرنسا، ادي ليستي، ادي الباير ليفركوزن، المعلم تيرير، ماشي يا عم. ماشي احنا اتفتح معانا الباكج ده مجانا. ماشي يا عم نستلم يا عم مع بعض. نيجي بقى العرض السريع ونستلم البيضه الثانيه، 200 جوهره ولاعب 95. فماشي عارفين حدث فريق السنه، ده فريق الموسم. ماشي يا معلم،
ماشي، نجيب بقى الباكجات ومعانا يعني هنفتح باللي هو بتاع الجواهر بتاع كل مره وبتاع الاف سي بوينت اللي هو ب 500 اف سي بوينت. فنيجي الاول على الجواهر يا معلم، وزي ما انت شايف كده معانا الروبرتو كارلوس، معانا التيري هنري، معانا الماتيوس، معانا الاوسيمين، اس تي فيكتور اوسيمين، ايقاع 111 حلو قوي. المعلم مش مايكل نازل اوفر 103، يا سلام على الارقام يا سلام. المعلم قال كارلوس بيول في مركز الار بي، وعندنا داني اولمو، وعندنا لوكاكو، ده غير بقى اللعيبه اللي هي 101 اللي قدامك دي، فدول يعتبر احسن لعيبه في الباكج يعني. فنقول بسم الله نفتح باكج مع بعض 3000 جوهره بتاع كل مره. بسم الله عاد ال 100000 كوينز، خش معانا على الباكج. بسم الله بسم الله، عاد الاوروجواي، عاد السي دي ام، ادي المانشستر يونايتد. كان مين ده؟ طيب المعلم اوجارتي، حلو 99 المعلم اوجارتي. ماشي يعني. خش بعد كده يا معلم على الباكج اللي بالاف سي بوينت اللي جاب لنا المعلم، قال اسمه ايه ده، كان اسمه ايه المعلم، قال كول بالمار 102، ده احسن لاعب تقريبا لحد دلوقتي من حاله الزاج ده. فنقول بسم الله نفتح باكج مع بعض على امل اللي يجي لنا لاعب 103، يعني جالنا 102، ال 103 ما جالناش. فنقول بسم الله نفتح مع بعض، ادي الامريكا، ادي السي ام، ادي الانتر ميامي. مين طيب؟ ماشي ماشي يا عم، متشكرين يا عم. خش على الفتحة التانية واخر فتحة معانا. بسم الله خش يا معلم، ادي المليون كوينز. بسم الله بسم الله، دي هتكون اخر فتحة اعتقد في الحدث ده. ادي الفرنسا، ادي السي بي، ادي النصر. كان مين طيب ده؟ صلاة النبي، الاتنين يا جدعان 98. بقى معانا 4000 جوهرة، وهنيجي للباكج ده يا جدعان بيجيب لنا لاعب من 93 ل 103 ولكن بيتباع. فأنا هقول كده ما أعمل أي حاجة كده يعني، ممكن تكون جريتش ولا حاجة يعني. نخش على المعلم روبرتو كارلوس، نخش بعد كده على المعلم ماتياس، وأصلا أنا مش بعتقد بالحاجات دي بصراحة يعني، ولكن ممكن يعني، ممكن يعني ما أي حاجة خلاص يا عم، اي حاجه خلاص. بسم الله بسم الله، لاعب بيتباع، لاعب بيتباع يا جدعان. خش يا عم، حدث البرتغال، ادي الكام، ادي الهيرو. طب سعره كام طيب؟ اللي مش عارفه والله. روي كوستا 15 مليون، حلو يا عم حلو حلو. طب يا جدعان اتفتح معانا تاني او اتحدث معانا تاني باكج اللي هو الاختيارات النخبويه دي في باكجات الوقت الاضافي، واحنا معانا 3000 توكن اختيار السوق، فهنجرب حظنا النهارده كده يا عم. جايز جايز يا عم الدنيا تولع معانا ولا تلعب معانا ويجي نلعب سعره كويس. بسم الله، ادي الجريزمان، الجريزمان، وعندنا نكيتيا. تعرف لو جريزمان سعره كويس مركز الكوم، جريزمان سعره 24 مليون، ومش فاهم ازاي بصراحه، مش فاهم ازاي بصراحه جريزمان سعره 24 مليون. هو نكيتيا اغلى منه، ولكن ناخد جريزمان لان جريزمان يعني ممكن نمسك سعر عن المعلم نكيتيا ده، فناخد المعلم الجريزمان يا عم وخلاص. مش عارف سعره نازل الارض، لكن يا جدعان يعني سعره 24 مليون ازاي؟ لو جينا بقى يا جدعان للمعيضات، انا طبعا عملت المعيضه بتاعت المعلم ماسكارون عشان محتاج المعلم ماسكارون كده يعني. زي ما انت شايف كده نازل معانا مكان المعلم ستام المعلم التيري هنري، وارقامه بصراحه كويسه، ولكن عايزكم تاخدوا بالكم من حاجه عشان ما حدش يحصل يعني ايه يتصدم زي ما اتصدم المره اللي فاتت، وهي ان الكارت ده اصلا اوفر 98، ولكن هو نازل هنا معلم رانكايتين اللي هي الرانكايه الزرقاء دي، فهي 98 مش اوفر 100 يعني يا جدعان، عشان ما حدش يتصدم في الاخر يعني. نجيب بقى لتشكيلتنا وهنطور مع بعض المعلم الكول بالمر. فنخش كده على الكول بالمر، تركات التصنيف يا معلم، اول واحده نرفعه لاوفر 103 رسميا، ادي الكول بالمر الرنكه الخضراء. ماشي يا معلم، خش بعد كده على المعلم الماسكيرانو اوفر اول 104، بعد كده اوفر اول 105، ان شاء الله المره الجايه يكون اوفر اول 106. الاثنين معانا ماسكيرانو، ادي المعلم الكول بالمر اوفر 105 رنكه بنفسجيه بس يا معلم. ماشي يا معلم ماشي. نيجي بقى يا معلم للمعلم مالكوم، ونعمل نقل تدريب ونديه للمعلم الكول بالمر، هيوصل ل يعني شوف ده 3 بس 3، وده يعني بقى 25 لسه، وده 3، وده يا معلم بقى 20. فشوف يا معلم كمية الخبرة اللي راحت للمعلم الكول بالمر. خش على التفاصيل ونعمل نقط المهارة دي، عندنا تمرين وعندنا مراوغة عندنا تسديد. فانا يعني لو بقيت في المراوغة هنا بقول لك مش عارف ايه، وهنا بقول لك هداف ظل تسديد، هداف ظل
عندها في ظل هنا حلقة وصل مراوغة، فأنا هديها له في اللي هي التسديد دي عشان ممكن يعني يزيد قدامه كده. لو احنا اديناها له في اللي هي التسديد دي هيبقى ممكن يبقى مهاجم مثلا تاني ولا حاجة، هيتفتح عنده مهارة جديدة اسمها هداف ظل. يا معلم ماشي يا معلم، نبص بعد كده على أرقامه. عنده لقاء 113، تسديد 125، تمرير 122، مراوغة 126. فبس حاجة عندك تشكيلتنا اللي احنا نعتمد عليها الفترة دي، ناقص بس ان احنا نطور المعلم ارنولد برضه، وبعد كده بقى ايه نمسك المعلم ارنولد والمعلم توديب والمعلم بالمار نخليهم اللي هي الخرزايه الحمر. قبل ما نخش يا معلم على الهيد تو هيد، زي ما انت شايف كان لازم معانا في الفوتبول سنتر ماتشات، ولكن ماتشات دوليه ماتشات منتخبات وكده يا معلم. زي ما انت شايف كده الماتشات قدامك يا معلم، عندنا البرتغال وعندنا المانيا وهولندا وعندنا اسبانيا وعندنا كرواتيا. نيجي بقى لعيبه فريق الاسبوع، زي ما انت شايف كده لازم معانا روبرت ليفاندوسكي اللي سجل هاتريك في الماتش الاخير، وعندنا بوكايوكو ساكا وعندنا الكوفازيتش وعندنا المعلم فالفيردي، ده غير بقى المعلم الجديد معانا العمر مرموش اوفر 97 ونازل بشكله بالظبط يا جدعان. يعني بصراحه حاجه هبص فخر فخر العرب ده يا جدعان، فخر العرب يا جدعان العمر مرموش اللي صنع هدف وسجل هدفين في ماتش بايرن ميونخ الاخير. فانت معلم هتلعب اللي هي الماتشات الاساسيه دي وهتاخد 200 اللي هي نقطه كره القدم دي او نقطه الفوتبول سنتر. يبقى معاك يا معلم ادي احنا جمعنا 300، هيبقى معانا كام يا معلم؟ هيبقى معانا 500. وكان عندك ماتش هنا بتلعبه بتاخد 100 طبعا ده لو على اعلى مستوى، فاحنا هنجمع يعني اجماليا كده حوالي 500 يا معلم، او انا كان معايا اصلا نقط قبل كده فهجمع حوالي 500. ولو انت مثلا عايز تاخد المعلم الروبرت ليفاندوسكي فهو نازل ب 600 نقطه فوتبول سنتر، ممكن على فكره تلعب بيه عادي جدا. وعندك المعلم بوكايوكو ساكا او بوكايو ساكا، ولكن بقى زي ما قلت لكم ان انتوا حوشوا اللعيبه دي عشان ينزل معانا لعيبه فريق الشهر، فبتحتاج اللعيبه دي عشان تدخلهم في المعايضات، ولعيبه فريق الشهر طبعا هتكون احسن من لعيبه فريق الاسبوع. نيجي بقى للتو هيد، زي ما شايفين كده انا كنت وصلت المليون و200 الف كاس، ولكن رجعت خسرت نزلت مليون و150 الف كاس تاني، ورجعت طلعت تاني المليون 175 الف كاس. فخش كده يا معلم ماتش ولا ماتشين ثلاثه كده في الهيد تو هيد. الخصم يا معلم بطل اف سي واحد، فنتمنى يعني ايه ما يكونش اللي في باله وما يحصلش اي حاجه تقرفنا، لان انا قرفت والله العظيم من الجيم بلاي بتاع اللعبه دي والله. فاتمنى يا اسطى تكون يا صلاه النبي يطلع من الماتش، هيطلع من الماتش يا جدعان. ماشي ماشي يا عم، متشكرين يا عم، متشكرين يا عم، متشكرين يا عم. خساره خساره بقى ازاي؟ مش فاهم يعني، والله ما انا فاهم، والله ما انا فاهم. خسارة كام يا عم؟ خسارة 6-0، 5000 كاس ماشي، 4-2-2-2. يعني انت بتشوف بس الازاك والفان باستن بتعرف هو هيلعب ازاي. راح الازاك، الازاك لوحده يا جدعان، الازاك لوحده لو في سايت، في سايت يا عم. يا سلام يا ابني، عارف يعني هو اسلوب اللعبه ده يا جدعان يفضل لحد امتى يا جدعان؟ يفضل تمرين موجهه لقدام، واحده هيل تو هيل وانفراد يا عم. هم بيفكروا ان هم كده لعيبه يعني، مع انه اصلا مفيش اي اسلوب للعب، انت بتعتمد بس على جليتشات اللعب. انت لو بتلعب مثلا واللعبه فيها تكتيكات وكده والله ما هتعرف تبص كوره، والله ما هتعرف تبص كوره. راي كارد اطلع لي يا عم، يلا يلا بس 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 خلاص خلاص. عند الرايكا، عند البالمار، البالمار ظاهرة ماشي. ما ياه كنت هحطها في الضيقة، بس ده كورتوا ده ولا مين؟ شكله كورتوا، شكله كورتوا يا عم، شكله كورتوا يا عم. ومعانا مالدين يا عم، معانا مالدين يا عم. نزل لي كده الانديريك، ونزل لي ده، ونزل لي ده، يلا يا ابني يا ابني. طب ما انا عارف لو جه الجول زمبروت. بس يا عم، بس يا عم، بس يا عم، ماتش يقرف اقسم بالله، ماتش يقرف يا عم، يخرب بيت اسلوب اللعب بتاعكم ده. تشكيلة الخصم تشكيلة يعني والله تخوف يا عم، والله تشكيلة تخوف. الدياز، دياز عدى ارنولد يعني، دياز عدى يا سلاطي من هنا،
من هنا من هنا طب طلع كويس. طيب يا عم الزفت انت، يا سلام يا سلام، تاني عرضية تاني عرضية في هجمة واحدة. الشوط الأول ضيعه في الباصات، بس أنا أوريك بقى اللعبة ده إزاي. الكرة معاك يا معلم. انت مش هتجيب هدف بعد كل ده يا اسطى والله. استغفر الله العظيم يا رب على اللعبة. قول لي بس يا عم، قول لي بس. 4 2 4، انت عايزني بعد الماتشين ده اكسب يعني؟ احلى سكور هنبلع، احلى سكور. اعمل من القرف ولا الان منين يعني؟ لا يا عم انت كمان. اصلا لعبها البالمر يا غبي يا غبي، انا لعبها البالمر. حط بقى يا بالمر بقى، حط يا بالمر بقى. يعني لازم يعني يا اسطى تكون يعني على شمالك، ما ينفعش تشوط كده عادي. ازاي يعني؟ ازاي ازاي يا اسطى يعني؟ ازاي يا اسطى يعني؟ ما لحقتش اصلا، انا ما لحقتش والله، ما لحقت. خسارة 6-1. مش عارف، انا مش عارف انا بعمل في نفسي ليه كده يعني. يعني كمية الماتشات دي، وبرضه داخل العب تاني، برضه داخل العب تاني. اتفرج يا عم على الخصم، ساعة ما يخش ساعة ما يطلع، ساعة ما يخش ساعة ما يطلع. يلا يابا يلا يلا عادي. انا عارف ان احنا نخسر والله، عارف ان احنا نخسر. اللعيبه تقيله في الماتش ده يا معلم، مساحات. يلا 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 ماشي. او طلع يا عمو كمان، طلع وكمان مش بعيد يكون الماتش التالت يعني. ماشي يا عم انت ماشي. ماتش التالت على التوالي يا جدعان، ماتش التالت على التوالي، وتصنيفه يعتبر نفس التصنيف يعني. عشان لو جه في جاي يوم كده وبطلتها خالص يعني، المشكله بقى في ايه؟ المشكله ان انا حطيت نفسي في الموقف ده يا جدعان. يعني المشكله ان انا حطيت نفسي في الموقف ده، وبنيت قناه على اللعبه دي بس، وفي الاخر اصلا ما فيش لعبه. والله العظيم لعبه تقرف، والله العظيم. وانا اللي بقول لك يا معلم دي مش لعبه. بعيدا بقى عن الاحداث، بعيدا بقى عن الحاجات اللي انا بتكلم برضه، الحلو والوحش في اللعبه، بس اللعبه بالشكل ده تقرف. انا عايز لعبه، مش عايز انا احداث. انا مش عايز انا يا معلم احداث وتفتح باكجات وبتاع، انا عايز لعبه، عايز العب، عايز لعبه، عايز جيم بلاي. لكن بالقرف ده يا جدعان، اقسم بالله خلاص يعني. هتبقى خلاص هيجي يوم كده يا معلم، هتلاقي القناه ده اصلا ما لعبة اف موبايل ده خلاص، بص شلتها من دماغي خالص يعني. انا مش عايز انزل مجرد فيديو اجيب بقى مشاهدات وخلاص وكده انا كسبان يا عم. لا انا مش عايز كده، انا عايز اكون مرضي نفسيا كده، واكون يعني شايف ان اللعبه ده حلو، اكون شايف ان انا بعمل حاجه، واكون انا ذات نفسي برضه مستمتع باللعبه. لكن بالشكل ده اقسم بالله اللعبه ولا تسوى اي حاجه خالص يعني. فبس يا جدعان ده كان فيديو النهارده يعني، يا رب تكونوا استمتعتم، يا رب يعني اتمنى تكونوا استمتعتم، واشوفكم الفيديو الجاي.